الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم استعملنا ولا تتولى عنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني سبحان الله العظيم، يعني يا ريتني عرفتكم من زمان. ده مش انتوا، ده انا مش بقولها ليكم انتوا، ده قصة. يعني دي كانت اخر كلمة اخواننا سمعوها من فتاة من الفتيات قبل ان تموت، في اخر مكالمة كانت بينها وبينهم قبل ما ربنا يرزقها حسن الخاتمة وتموت، بعد ما التزمت بخمس ايام بس، بعد ما كانت قبل الخمس ايام دول في مستشفى من المستشفيات بتعمل اجهاض من الزنا، في حين ان يعني زوجها كان في بلد تانية. قصة دامية مؤلمة أليمة، ولكن سبحان الله العظيم، يعني حينما عرفت صحبة الصالحة هذه الفتاة اللي كانت ابعد ما تكون عن الدين وعن الالتزام بكل معانيه، لما عرفت صحبة صالحة خدت بايديها لطريق ربنا، خدت بايديها انها تسمع ربنا، خدت بايديها انها تبدأ تقف مع نفسها وتفكر في يوم القيامة وتفكر في لحظة العرض على الله. لما لقت الصحبة ديت بدأت كل حاجة في حياتها تتغير، وماتت بعد ايام من التزامها، وكان اخر كلمة قالتها في التليفون لهذه الصحبة الصالحة: يا ريتني عرفتكم من زمان. هو ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه يا اخواني في الله النهاردة. الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن تحفيظ القرآن، فضل منة الله، اللهم لك الحمد يعني 550 يعني طلب تحفيظ، مئات الشباب الوقت فضل منة الله، يعني الموضوع اللهم لك الحمد يعني ايه ماشي واخد مجراه. ولكن انا عايز اقول ان تحفيظ القرآن وقفنا اسبوع كامل عشان نتكلم عنه. الموضوع اللي هكلمكم عنه النهاردة والله العظيم اخطر من تحفيظ القرآن، انا مش عايز اقول لك اخطر من قيام الليل، انا مش عايز اقول لك اخطر من اي عبادة هنتكلم عنها، لان من غيره لا هتعبد ولا هتواصل اصلا ولا هتستمر اصلا. كنت دلوقتي مع مجموعة من الشباب كده في رحلة نيلية كده، وواحد يعني بيقول ادينا روشتة، عايز روشتة التزم بيها، انا مش عارف اوصل له ازاي. يا ابني انا ممكن اكتب لك دلوقتي ثلاث عبادات لو عملتهم باذن الله، النبي وعدنا ان شاء الله وحيا عن لانك انك تدخل الجنة، انما انت مش هتستمر من غير ما تتحط وسط الصحبة الصالحة. عشان كده يا اخواني في الله، اذا كان التحفيظ وقفنا اسبوع، فالموضوع بتاع النهاردة ده المفروض يوقفنا اسابيع طويلة، لان ده محور من محاور الحياة. انا هتكلم النهاردة في موضوع الصحبة ليه؟ هتكلم النهاردة في موضوع الورش تحديدا، وهنقف وقفة مع مسألة الورش تحديدا ليه؟ لان يا اخواني في الله، واحد من الشباب كان بيقول لي صاحبه مات فجأة، فهو واقف بقى، الشباب بقى والبنات واقفين على القبر بتاعه، وطبعا بقى البنات المكياج بتاعها صح في الحر، مفيش خالص، والشباب بيقول لي قاعد اسمع الرنات اللي طالعه من الموبايلات، ما دخلوش يصلوا على صاحبهم، قاعد ابص المنظر السلاسل اللي في الرقاب بيقول انا كل اللي جه في تفكيري ساعتها، انا دول هيصلوا عليا؟ هما ما صلوش اصلا على صاحبهم، دول اللي هيقفوا على قبري؟ دول اللي ساعة الموت هيقفوا حواليا يلقنوني لا اله الا الله؟ بيقول لي انا التزمت عشان فكرة واحدة، مين اللي هيصلي عليك؟ يا اخواني في الله، عايزين نفهم قيمة بعض. الدرس بتاع النهاردة فايدته ان انت تفهم قيمة الناس اللي حواليك، ان احنا نفهم قيمة بعض، ان احنا نفهم وانت خارج من الدرس النهاردة ان انت نفسك واحد واحد من اللي حواليك، وانت واحدة واحدة من اللي حواليك، ازاي نحضن بعض. حاولنا نعمل الورش بتاعت النت وفضل الله ماشية، ورش الشباب ما شاء الله ماشية، ورش النسائية المرة اللي فاتت يعني بدأت، اللهم لك الحمد، النهاردة احتمال هنبدأ كمان ورشة اطفال عشان الاطفال اللي بيجوا الدرس نبدأ نعملهم بإيمان. انما لو عملنا الورش والناس مش فاهمة ايه فكرة الورش، هنستفاد ايه؟ لو عملنا المشروع ده
والناس مش فاهمة ان ده اخطر خطوة في حياة اي ملتزم، خطوة الصحبة. انت لما بتدخل دفعة اول حاجة بتعملها دفعة جديدة بتدور على اللي هتصاحبهم، لما بتروح درس خصوصي اول حاجة بتدورها على اللي هتصاحبهم، لما بتروح شغل جديد اول حاجة بتدورها على اللي هتصاحبهم. اي واحد مننا يا جماعة في اي مجتمع بيدور على صحبة العمر اللي هيصاحبهم فيها. اشمعنى احنا في المسجد مش عارفين نصاحب على بعض، مش عارفين ندخل في دم بعض؟ شباب في الجامعة اول ما بيتعرفوا على بعض بعد 3 ايام بيلعبوا كرة مع بعض ويسافروا مع بعض ويتفسحوا مع بعض ويباتوا طول الليل يذاكروا مع بعض ويتصلوا ببعض ويعرفوا كل حاجة عن حياة بعض. احنا ليه بطاء في العلاقة بيننا وبين بعض؟ ليه واخدنا صلانسيه في العلاقة بيننا وبين بعض؟ اشهر كلب في الكرة الارضية الكلب بتاع اهل الكهف، لانه صاحب صحبة صالحة، خلت كلب يذكر في القرآن عدة مرات وتاخد مئات الحسنات لانك انت ذكرت كلمة الكلب بس بتاع اهل الكهف لما صاحب صحبة صالحة، في حين ان الكهف نفسه اتحول لجنة بسبب الصحبة. الكهف الموحش الضلمة اتحول لجنة بسبب الصحبة. يعني الدنيا الموحشة، الدنيا اللي كلها هموم، الواقع بتاع مصر اللي مليان ابتلاءات يتحول لجنة لو في صحبة. وفي حين ان الحجر الاسود اللي قطع من الجنة اللي لا يضيء ما بين المشرق والمغرب لولا ما حدث من انجاس الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انجاس الجاهلية حوله. يعني ايه؟ يعني الحجر الاسود ده اللي قطع من الجنة لونه اسود بسبب بيئة الفساد اللي اتحط فيها. يعني مهما انت كنت كويس يا اخوانا، سيدنا محمد ما قدرش يدعو ابو طالب عمه، ما قدرش انه يدعوه. ليه؟ عشان صاحب فاسد كان في حياته، صاحب فاسد كان في حياته. انا مش بقولك ان الصحبة دي مصباح علاء الدين، مش بقولك انك لو لقيت صحبة هتبقى صديق، انما لو انت عايز توصل لربنا هتقدر توصل وانت قصت صحبة صالحة. عايزين نتكلم النهاردة عن اخطر خطوة في حياة اي انسان ملتزم، خطوة الصحبة، عن اهم خطوة في حياة اي انسان ملتزم، عن اجمل خطوة، عن الخطوة اللي هتخلي الحياة بالنسبة لك جنة. ما انساش لما كنت مع اخواني واحنا طلبة بقى، دكتور عبد الرحمن ودكتور غريب ومجموعة من الاخوة اللي بقوا الوقت بفضل الله كلهم دعاء الى الله، لما كنا طلبة كده ونقوم طالعين في الشتاء رايحين المصيف نصيف في الشتاء بقى والمصيف كله بتاعنا، ونعمل معسكر ترفيهي ايماني ونقوم ليل وننزل بحر وما تنساش الجو ده ابدا يا جماعه. الجنه حسيت ساعتها ان فعلا جنه الالتزام انك انت تلاقي صحبه، انك تلاقي صحبه. وما انساش مشهد من المشاهد، الشاب اللي كنت واقف معاه وبعد 3 ايام اصحابه لما مات في العربيه رموه، اللي كان اللي عصى ربنا عشانهم، اللي شرب مخدرات عشانهم، اللي ما صلاش عشانهم، لما مات رموه وطلعوا يجروا. شاب اتصل بينا في افتح لي قلبك بيقول انا يعني سبحان الله العظيم، بيقول احنا كنا بنشرب مخدرات مع بعض في شقه من الشقق، كان بيتصل يعني وضميره مأنبه وعايز يسال، بيقول صاحبنا واحد من اصحابنا مات وهو قاعد بيشرب مخدرات، بيقول سبناه وطلعنا نجري من الشقه، بيقول ده حرام، ضميرنا يأنبنا، هل ممكن كان يبقى لسه في رمق لو وديناه المستشفى ننقذه؟ طبعا كان لسه في رمق لو ودوه المستشفى ينقذوه. وطبعا قمة الندالة والإجرام إن صاحبهم يدخل غالبا في غيبوبة، والغيبوبة دي غالبا ما بتقعدش أقل من ساعات، وغالبا كان ممكن ينقذوه لولا أجل الله وقدر الله لو ودوه المستشفى. إنما شوف صحبة السوق بتودي لفين. يعني صاحبهم غالبا كان حاسس بيهم وهم بيهربوا من الشقة، كان حاسس بيهم وهم بيهربوا من الشقة وهم بيسيبوه لوحده يموت وحيد. الله اعلم قسى قد ايه على ما مات، بس هي دي الصحبة السوق. عايزين نتكلم النهارده يا اخوانا عن ان احنا نعرف قيمة الصاحب الصالح، قيمة ان احنا نصاحب بعض، قيمة ان احنا نقبل بعض صحبة العمر بيننا وبين بعض. المشهد الاولاني اللي انا عايز ابدأ لكم بيه مشهد بصراحة بيهز القلب كل ما الواحد يفتكره، والواحد مش قادر يتخيل هو في كده، هو في ناس بينها وبين ربنا كده، بينها وبين بعض كده، هو في ناس وصلت من الحب بينها وبين بعض للدرجة دي. الحديث في البخاري ومسلم يا جماعة، حديث لما مجموعة شلة من الشلل، مجموعة من الناس بيعدوا الصراط مع بعض، وهم بيعدوا الصراط مع بعض مجموعة تقع ومجموعة تكمل. يعني ممكن يكون فينا ناس يا اخواننا اصل عبور الصراط ده مش حاجة سهلة كده، يعني مش كل واحد صلى وصام هيعدي من على الصراط. يعني ناس كانوا مع بعض شلة مع بعض مجموعة مع بعض بيعدوا الصراط، مجموعة كملت بيبصوا حوالين بعض بعد ما عدوا لقوا في مجموعة وقعت،
لقوا اصحابهم وقعوا، لقوا جزء من فلان وفلان وفلان مش موجودين، يبقوا وقعوا في النار، ما فيش حل تاني، يبقوا وقفوا جهنم. ويحدث مشهد من اعجب ما يكون، يحدث مشهد يرتجف له القلب، يحدث مشهد يقف له شعر الرأس، يحدث مشهد ترتجف له كل ذرة في جسد الإنسان لو كان قلبه حي. بدل ما يجروا على الجنة عدوا من على الصراط، خلاص يا جماعة عدوا من على الصراط، عدوا من على جهنم، ما عادش فيه ميزان ولا عرض على الله، ما عادش فيه، ما عادش فيه اي مشاكل، ما عادش فيه شفير جهنم، ما عادش خلاص قدامهم غير الجنة. اجروا على الجنة، ابواب الجنة مفتوحة. ويا للمفاجأة، بدل ما يجروا على الجنة يقفوا يتوسلوا لربنا. فلهم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فلهم اشد مناشدة لله، بيناشدوا ربنا. عارف لما واحد يناشد واحد، واقفين يهتفوا بربنا في ارض المحشر، واقفين يستغيثوا في ارض المحشر، واقفين يتوسلوا في ارض المحشر. بيتوسلوا ليه؟ واقفين بيجأروا ليه؟ ناس عدوا من على الصراط خلاص، عايزين ايه والجنة قدامهم اهو. فلهم اشد مناشدة لله في اخوانهم من مناشدتكم لله في استقصاء الحق. لهم اشد مناشدة لله، واقفين اخويا يا رب، اخويا يا رب في رواية كيف ننعم واخواننا في النار. يا رب ندخل الجنة زي اخواننا في النار، يا رب نشرب من انهارها واخواننا بيشربوا من الحميم ازاي، يا رب نتزوج الحور واخواننا في زنازين جهنم ازاي، يا رب ناكل من ثمارها واخواننا بياكلوا من الحنظل ازاي، يا رب اجري في نسيم الجنه واخواني في لفح جهنم ازاي. ما اقدرش يا رب، ما اقدرش اخويا يبقى بيتعذب في جهنم وانا في الجنه. انتوا متخيلين المشهد يا جماعه؟ متخيلين الموقف المهيب الرهيب؟ متخيلين انسان بيقول انا ما اقدرش ادخل الجنه من غير اخويا، اخويا يا رب، اخواننا يا رب. ويحدث امر من اعجب ما يكون. كان متوقع ان يعني ربنا فيحرم الله اجسادهم على النار ويأمرهم ان يدخلوا ليحضروا اخوانهم، يقول لهم ادخلوا جهنم طلعوا اخوانكم، ادخلوا جهنم ويحرم اجسادهم على النار. انا عايزك تتخيل يوم القيامة منظر، والله يا جماعة الواحد حاسس ان هو يعني حاجة يرتجف لها الصدر هو بيتخيلها. ربنا قال لك عايز اخوك، ايوه عايز اخويا يا رب، ادخل جهنم طلعه، ادخل جهنم، انا ما فردتش غير منها يا رب، ادخل جهنم طلع اخوك، عايز تطلع اخوك هاته من جهنم يا رب. هو انا صحيح مفيش حر هيمسني، بس يا رب ده جهنم، يا رب ده منظر زنازين جهنم، قمة العذاب اللي في الحياة، يا رب منظر المعلقين في جهنم والمتشوين. ده احنا اول امبارح كنت في مستشفى الحروق شفت منظر، انا خارج بقول الاخ اللي وداني لو شفته انا ممكن اعمل فيه حاجة، الاخ اللي شجعني ان انا ادخل من كتر الالم اللي في قلبي ان انا شفت منظر نار الدنيا، امال نار الاخرة شكلها ايه؟ يا رب ادخل جهنم، دور شوف اخوك في انهي زنزانة من زنازين جهنم، شوف اخوك في انهي دركة من دركات جهنم، شوف اخوك بيتعذب بانهي صنف من اصناف جهنم، ادخل هات اخوك واطلع. ويحصل المشهد المهول يا جماعة، مشهد المهول، ناس داخلة جهنم اختياري عشان يطلعوا اخواتهم من جهنم، فيحرم الله اجسادهم على النار. طب يا رب كنت تطلعهم لهم ليه تدخلهم عشان قدام الدنيا كلها قدام العالم كله؟ ربنا يوري للناس يعني ايه الحب في الله، يعني ايه الاخوة الحقيقية، يعني ايه الصحبة الصالحة، يوري للناس. وعشان اهل جهنم كلهم يعضوا على ايديهم ويقطعوا نفسهم من الندم لما يبصهم يلاقوا واحد بيتعذب وسطهم، وجاي واحد داخل في النار وسط الزنزانة بتاعتهم ويقول له يا فلان ايه تعالى ربنا شفعني فيك. ليه؟ عشان كنا صحبة صالحة مع بعض في الدنيا. متخيل كل اهل جهنم هما بيبصهم وبيصرخهم يا ريتنا صاحبنا صحبة صالحة، يا ريتنا مشينا مع ناس ملتزمة، يا ريتنا صاحبنا ناس عارفة ربنا. لان مفيش واحد دخل جهنم الا بسبب صحبة السوء، مفيش واحد اتعذب في جهنم الا بسبب صحبة السوء. كل واحد شرب مخدرات بسبب اصحابه، كل واحد زنى بسبب اصحابه، كل واحد ضاع بسبب اصحابه، كل ملتزم سلبي
بسبب اصحابه. اللي صاحب اخوة نشيطة في الدعوة بقى نشيط في الدعوة. اللي صاحب اخوة قوامين لليل بقى قوام لليل. اللي صاحب اخوة طلبة علم بقى طالب علم. يا شباب من جاور السعيد يسعد. عايزين نجاور السعداء. عايزين المشهد ده يزلزل قلوبنا ويعرفنا قيمة الصاحب الصالح. صاحب واحد لو وقعت من على الصراط يوم القيامة يدخل يجيبك يشفع لك عند ربنا سبحانه وتعالى. ده مشهد ما يتنساش يا جماعة. زي المشاهد زي مشهد بالظبط اللي اصحابه رموه. يعني شاب كان بيقول كان مع اصحابه طالعين الاسماعيلية يجيبوا مخدرات من هناك. ما عرفش اسمعنا الاسماعيلية يعني ممكن مخدرات هناك زي المانجا كده برضو طالعين يجيبوا انواع مميزة ولا حاجة. بيقول طالعين الاسماعيلية يجيبوا مخدرات. صاحبهم مات وهو بيشرب مخدرات. صاحب العربية سابوه. هو طبعا بيقول لك مات زي ما قلت لكم يا جماعة هو مش مات ولا حاجة. هو خلاص هو بيموت. انما دول لو جروا بقى على مستشفى يعني لما ربنا بيقدر لدول نجاة اهلهم بيجروا يلحقوهم. انما سبحان الله شوف شوف صحبة السوق بتعمل ايه. شوف صحبة السوق لا هتنفعك لا دنيا ولا اخرة بل اللي اشد من كده اللي اخطر من كده. كان في شاب عارف والله سبحان الله العظيم يعني لسه كنا معدين بالمركب من ناحية بيته كده سبحان الله العظيم. الشاب ده هو التزم التزم. والشاب ده والله لا انسى وشه هو منور. هو وشه كان مدور اصلا ومن العائلات الكبيرة في المنصورة ووشه منور ورايح المسجد جاي من المسجد. كان حياته كلها المسجد حياته كلها صلاة. جلسة الضحى دي كان لا يمكن تفوت عليه لا يمكن تشوفه غير والمصحف الكبير الضخم في ايديه سبحان الله العظيم. وبعد فترة سنة سنتين لقيت افتقدته يعني ما عدتش بشوفه. كنت انا مثلا اجي بعد جلسة الضحى من السلام هو في مسجد تاني جنبه كده الاقيه ايه طالع من المسجد ايه يطلع بعد جلسة الضحى بشوية عم اصلي الضحى بقى وكده الاقيه طالع بيته ووشه منور وماسك المصحف. فسألت فلان فين قالوا لي وقع. وقع ازاي يا جماعة هو اللي زي دول بيقعوا استغفر الله العظيم واتوبوا اليه. ده كان طلقة اخواننا وقع ازاي. قالوا لي الشلة القديمة ترهنت عليه مين اللي يعرف يشربه مخدرات تاني وواحد نجح انه يشربه مخدرات تاني. حاجة في غاية يعني مفيش يا ابني. الصاحب السوق ده انت لو عرفت الخطر بتاعه النبي عليه الصلاة والسلام بيرعبك منه بيقول لك ده فيلم رعب. النبي بيقول لك مثل جليس السوق كايه نافخ الكير. النبي بيقول لك انت لو شفت صاحب السوق ده اللي شكله وسيم ووجيه وحلو وظريف وبيضحك وامور وبياخد وبيدي لو شفت حقيقته يوم القيامة فيلم رعب. بيقول لك زي واحد ماسك حديد وماسك نار ويسلطها على الحديد يسيح الحديد. يعني لسعة واحدة منه ده حبيبي ده فرن حديد حبيبي يعني مش لعبة. يعني اللي بيصاحب صحب السوق ده بيلعب بالنار بيلعب بالنار مش هيتقدم هيفضل قيد في رجليك ما انتش عارف تطلع لقدام. صاحب السوق في حياتك هيفضل او صاحب الغفلة في حياتك هيفضل قيد في رجليك ما انتش عارف تتقدم ابدا. كنافخ الكير. نافخ الكير ده فيه اربع مصايب. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان لم يصبك سواده لو الهباب الاسود بتاعه ما هببش على اللي قاعد جنبه اصابك من دخانه. الدخان بتاعه هيخنقك. يبقى الوقت له مصيبتين ايه هما سواده الهباب الاسود اللي بيهبب اللي بيقعد جنبه يبقى له اخي الشاب جالك وشه مهبب مهبب ليه معروف ومهبب منين يا اما الدخان يخنقك. رواية تانية اما ان يحرق ثيابك يولع فيك. ده امتى ده لو وقعت معه في نفس المعصية لازم تاخد لك لسعة نار عشان تفوق لازم تاخد لك لسعة منه عشان تعرف خطرته. اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثة واما ان الريح النتنة بتاعت هذا نافخ الكير ده. يبقى النبي قال ان صاحب السوق له اربع مشاكل زي نافخ الكير. ايه هما رقم واحد الدخان بتاعه رقم اتنين السواد بتاعه اللي هو الهباب رقم تلاتة النار رقم اربعة الرائحة الخبيثة. مش هتسلم من حاجة من الاربعة دول. النار دي لو عصيت ربنا معاه الرائحة الخبيثة دي لو انت ملتزم وكويس وماشي مع واحد مش كويس فطرتك هتتأذى من اللي هو بيعمله مش هتطيق
اللي هو بيعمله. ها طيب والدخان هيبهت عليك حتى لو ما عصتش ربنا معاه. والدخان ده على فكرة اكتر سبب بيسبب الموت مش النار لما واحد بيتحرق، اكتر سبب بيسبب الموت المباشر الدخان والاغذية والادخنة السامة اللي في الدخان. يعني النبي بيقولك ده فيلم رعب، ده صاحب السوق ده فيلم رعب. عشان كده اخواننا في مشاهد مرعبة يوم القيامة، مشاهد تعالوا نتأمل كده في المشاهد بتاعت اللي صاحبه غلط في الدنيا يوم القيامة. مشهد واحد واقف مجنون يعني اتجنن، ربنا يقولك ويوم يعض الظالم على يديه 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 في الدنيا، اللي ندمان يعض على صبعه مش على ايديه، صبعه ويقول اه يا ندمي ويقعد يعض على صبعه، انما على يديه ده يدخل ايديه جوه بقه ازاي؟ ده اتجنن يا جماعة، ده واحد جن يوم القيامة. ويوم يعض، يعض ده مضارع قاعد طول يوم القيامة يعض على ايديه، يعض الظالم. فضل مع صحبة السوق لحد ما بقى ظالم، ظالم لانك لما تركب في سفينة غرقانة غرقانة يبقى انت ظالم، انت اللي ظلمت نفسك، انت اللي عرضت نفسك لعقوبات، انت مالك؟ انت ازاي تصاحب انسان بيعصي ربنا ومقيم على معصية ربنا؟ تدعوه الى الله اه، انما تأكله وتشربه وتحبه وتروح وتيجي معاه انت بتضيع دينك. ويوم يعض الظالم على يديه، قاعد يعض على يديه زي المجنون، مجنون فعلا، يقول يا ليتني، يقول فعل مضارع عشان الآية تخليك تستشعر المشهد كأنه حي قدام عينيك، يا ليتني اتخذت معه، يا ليتني اتخذت معه، مع دي يعني اصحاب، يا ريتني صاحبت الصحبة الصالحة، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني ضيعني، هو اللي ضيع لي مصيري، هو اللي ضم... انت يا ليتني لم اتخذ فلانا، لما واحد واقف يصرخ باسم واحد معين، فلان ده هو اللي ضيعني، فلان ده هو اللي دمرني. لما تبدأ تبص على المنظر ده، احد اخواني يعني يوم التزم وكان بيشرب مخدرات، فصاحبه عارف انه التزم قال له انا عزمك على ازازة كودافين، ازازة الكودافين دي وقتها كانت تعادل الوقت مثلا بالوقت تعادل مثلا 700-800 جنيه في الوقت ده، كان من يعني حوالي 15 سنة ولا حاجة، ازازة الكودافين دي كانت تعادل الوقت يعني ممكن اكتر من 700-800 جنيه بالتمن بتاعها ساعتها، قال له انا عزمك عليها ببلاش، ببلاش. طبعا صاحبنا جري، ازازة الكودافين يا عم ببلاش، بس ربنا لطف معاه ونجاه وعماهم الاثنين عن بعض، لا ده شاف ده ولا ده شاف ده، لحد ما الليله عدت وربنا سطرها معاه والتزم بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. قضيه كبيره، شاب بيقول انا الموضوع بدا معايا ان انا عايز انزل القهوه، طب انزل القهوه لان اصحابي فيها، طب انا انزل القهوه ما ينفعش ان انا ادخن لان السجاير ادمان، هو بيقول لك يعني فكر ازاي، بس الشيشه مش ادمان، يبقى انا ممكن اشرب شيشه وابطل شيشه، يبقى انا انزل اشرب شيشه، نزل يشرب شيشه فلقى ان منظره مضحك وسط اصحابه، يعني ساعه يعني انت بتشرب شيشه ما بتشربش سجاير يعني، فعشان ما يضحكوش عليه قال خلاص هتذاكى عليهم، انا هاخد النفس على ايه؟ ها؟ على بقي مش على صدري، فبيقول لك بدأ ياخد النفس على بقه، نزل لاصحابه مره لو بيقولوا له بيقولوا له لو سمحت بقى ايه انت ما عادش ينفع تقعد معانا، قال لهم ليه؟ قالوا له انت مضحك علينا شباب القهوه كلها، قال لهم ليه؟ قالوا له لانك انت بتاخد النفس على بقك مش على صدرك، فانت عاملنا مضحكه القهوه دي كلها، فلو سمحت يا اما تاخد النفس على صدرك يا اما ايه ما تقعدش معانا وما تجيبلناش الكلام، فاضطر ياخد النفس على صدره وقعد ينزل ينزل ينزل، وهم قالوا ان الموضوع بسيط، ده اصحابي انا مش هعمل حاجه معاهم اصلا، انا مش هعصي ربنا معاهم في اي حاجه، انما دول اصحابي اللي انا بحبهم. يا ابني احيانا ربنا بيخيرك اصحابك ولا ربنا، احيانا فعلا، ثم انا مش بقولك سيبهم للابد، ده احنا يا جماعة لحد ما يبقى عندنا صحبة صالحة بعد كده ارملهم طوق النجاة اللي ربنا بعتهولك. اخواني واحبابي في الله، قضية الصحبة ديت قضية من اخطر ما تكون، من المشاهد الرهيبة يوم القيامة وانت معدي من على الصراط وتلاقي واحد رجليه بس اللي في النار ودماغه بتغلي، مخه بيغلي بيغلي، ده مين؟ ده ابو طالب، ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت متخيل ان النبي ما قدرش يدعو عمه بسبب صاحب سوء، بسبب جهل، صاحب سوء واحد وحش في حياته ما عرفش يعمل له حاجه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول واصبر نفسك، هي دي القضيه يا جماعه، كلمه نفسك دي
اللي انا ملاحظه ان الشباب ممكن يكون يعني ايه قاعد يبص حواليه كده بيدور على صحبة زي اللي كان مصاحبها زمان، بس يكون ظراف ولطاف يعني، وعايز ملتزم، بس ملتزم فوتوجينيك، بس ملتزم يكون ايه ملتزم حلو يعني متكحرت وحلو في الدنيا كده زي اللي انا كنت، او ملتزم ابو غني ومديله عربية، او ملتزم ابيضاني وعينيه ملونة وشعر اصفر، او ملتزم يكون ساكن على المشاية مثلا، او ملتزم يكون يعني واد لذيذ وظريف حلو كده وتقعد معاه تحس انك ما بتشبعش من قعدته. هو لسه ما عرفش يعني من احب لله، لسه مش عارف يعني ايه الحب في الله، مش الحب في الظرف واللطف، لسه مقاييسه دنيويه مش مقاييس دينيه، لسه مش فاهم ان اللي حواليه دول هم صحبه العمر بتوعه. واصبر نفسك، نفسك ديت يعني الموضوع نفسيا صعب صعب. انا متخيل يا جماعه مشهد مصعب بن عمير هو داخل دار الارقم اول مره وبيبص كده، ايه ابن مسعود الفقير الغلبان ده اهو، بلال العبد، انا هبقى مع بلال، ابو بكر ده راجل عجوز بالنسبة لي، انا صاحب راجل كبير ليه، واقعد مع راجل كبير في ورشة ايمانية ليه، و لا 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 الارقم ده طفل صغير، ده عنده 11 سنة ولا 12 سنة، وانا صاحب كمان اطفال صغيرين، ويبقى جنب راجل كبير والناحية التانية صغير، و لا 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 ابو صر، ابو ذر الاعرابي يعني جاء من قرية بقى وغلبان كده والدنيا ايه ما هوش بقى ايه يعني عنده شاليف مري. تخيلوا يا جماعة مصعب بن عمير ده شاب يعني ما دخلش، لا كلهم شباب زيهم زيه في نفس سنه، ظرفاء جدا زيهم زيه، عاملين زي الشلة اللي كان ماشي معاها قبل ما يسلم، ما دخلش لقى المنظر ده، بس قابل الصحبة دي، قابل الصحبة ده ايه، قابل ان دول يبقوا اصحابه. دي قضية خطيرة جدا. لما النبي بعت لسعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب بعت لهم واحد يعلمهم، واحد يديهم جلسة علمية، بعت لهم مين؟ خباب العبد عند ام انمار اللي كانت بتكوي بالنار. خباب يا رسول الله، طب كنت بعت لي يعني مصعب مثلا يعلمني، يعني بعت لي حد كده ايه خباب، وقابل ان خباب هو اللي يبقى ماسك الورشة الإيمانية بتاعتهم، ويبقى خباب هو اللي بيوجههم في الدين، أو خباب هو اللي إيه يعني بيوصل لهم اللي النبي عصام قاله، أو خباب هو اللي بيعمل معهم أنشطة إيمانية وأنشطة. يا أخوانا إن إحنا نقبل بعض، هو ده الدرس بتاع الليلة، إن إحنا نعرف قيمة بعض. واصبر نفسك، الموضوع ممكن نفسيا يبقى صعب، ولكن هو ده الطريق الوحيد، مفيش بديل، هو خط سير مفيش له بديل. واصبر نفسك مع دي يعني صحبة، يعني ليل نهار مع بعض، يعني نملى حياة بعض، يعني نغطي حياة بعض، يعني في الدنيا والدين مع بعض، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مع الناس اللي بتعبد ربنا، سواء بقى هم بقى زراف مش زراف، هم كلهم زراف، بس احنا لسه داخلين المسجد بالمفهوم بتاع الدنيا، بالفكر بتاع الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم، اوعى تشيل عينك من عليهم، اوعى عينك تعتدي وتبص على الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، اوعى تبص على، لا اوعى تشيل عينك من على اللي حواليك. كلمات اللي كان واحد بيقولها يعني زمان، يقولك انا باجي الدرس عشان ابص في وجوه الاخوة، انا مش باجي الدرس اسمع الدرس، انا باجي ابص في وجوه احبابي، الناس اللي بحبها في الله، انا بستنى اليوم ده بفارغ الصبر عشان الحب اللي بيبقى موجود في الجو اللي بيننا. هي دي يا اخوانا يا جماعة، هي دي الحياة، هي دي. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. اوعى، ربنا لما قال له صحبة قال له اصبر نفسك مع الذين يدعون، مع الذين، مع المجموعة كلها، اتعرف عليهم وادخل في دمهم ويدخلوا في دمك، وادخل في حياتهم ويدخلوا في حياتك، واملوا حياة بعض. انما لما ربنا حذر من صحبة السوء ما قالش ولا تطع الذين اغفلنا قلبهم، قال ولا تطع من اغفلنا قلبه. واحد وحش بس ضيعت، واحد وحش بس، واحد غافل يضايقك. عشان كده انا لاحظت حتى وسط كثير من الملتزمين ان احيانا يبقى صحبتهم لبعض وهم كلهم كسالة بتضيعهم وبتقويهم ان هم يستمروا في الكسل اللي هم فيه. ان احنا يا اخوانا يبقى عندنا همة ايمانية ونتصاحب على بعض على هذا الموضوع، على هذه الهمة الايمانية. فتخيل وانت معدي من على الصراط وتلاقي واحد دماغه بتغلي، ابو طالب، ابو طالب ضاع بسبب الصحبة، ابو طالب كان هيسلم وبسبب ابو جهل ضاع مصيره كله بسبب صحبة سيئة
تخيل، وده أخف أهل النار عذابا، مفيش حد في النار إلا هو بالمنظر ده، من المشاهد العجيبة جدا. وده مشهد ما بين شلة وبعضها في سورة يونس. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، اسمع بقى الكلمة، مكانكم أنتم وشركاؤكم. يعني إيه مكانكم ديت؟ إيه مكانك ديت؟ أنت عارف لما بوليس ينزل حملة على قهوة فيها مخدرات، أول كلمة الضابط بيقولها إيه؟ مكانك أنت وهو، كل واحد يثبت في مكانه، المسدس متعمر كل واحد يثبت في مكانه. فإيه كلمة مكانكم أنتم وشركاؤكم ديت؟ يعني إيه؟ الكلمة اللي بعدها تفسرها لك، فزيلنا بينهم. إيه هو التزييل ده؟ بلغة الدنيا بتاعتنا فض الاشتباك. يعني الناس دي كانت مقطعة في بعض يوم القيامة. يعني لما الملائكة نزلت لها الناس دي كانت مقطعة في بعض يوم القيامة. فتشوف ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، كل واحد يفصل إيديه عن التاني، كل واحد يثبت في مكانه، أنتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم، هاتوا دول في ناحية وهاتوا دول في ناحية، مقطعين بعض يوم القيامة. هي دي الصحبة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يعني ما حدش هيسيب التاني غير وهو في جهنم، ما حدش هيسيب التاني غير لما يطمن انه ترمى في جهنم، كأن ده اللي بيفش غله. كأن هذه الأخلاء أكتر ناس كانوا قريبين من بعض. الأناتيم بقى بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نهاية الشلل اللي في معصية ربنا يا جماعة، نهاية الناس اللي عصوا ربنا مع بعض إيه؟ شوف في سورة قاف ربنا بيقول لك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، نفخ في الصور، جاءت كل نفس ما لقد كنت في غفلة من هذا، كشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ده قرين الملائكة اللي كان بيأمره بالخير، لما يشهد عليه يتحكم عليه بالنار، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. قال قرينه ربنا ما أطغيته. قال لا، القرين ده مين؟ هو ربنا قال القرين الأولاني قرين الملائكة، أمال ده قرين صحبة السوء. قال لك ده الصاحب السوء بتاع الدنيا، هما الاتنين يتسلسلوا مع بعض في سلسلة واحدة ويترموا في جهنم. القيا هما الاتنين يترموا مع بعض في جهنم والعياذ بالله. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يا رب أنا مالي بالمعاصي بتاعته، انا مالي بالعقوبة بتاعته، ده صاحب السوء. هما الاتنين يترموا مع بعض في جهنم. من المشاهد العجيبة يا جماعة يوم القيامة، مشاهد غريبة جدا، يعني مشاهد تخليك تقف تفكر كده. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لو ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. منظر واحد بيجري مفزوع من صحبة زمان بتاعت الدنيا ومش عايز حد منهم يعرف يجيبه، ومش عايز حد منهم يقدر يعثر عليه، مش عايز حد منهم يقدر يوصل له. سبحان الله العظيم، شاب التزم من الشباب وكان مع اصحابه، يعني من مرتكب الموبقات بقى والكبائر، اصحابه هيتجننوا عايزين يوقعوه في الزنا تاني بأي طريقة. والانسان لما بيتوب بيبقى ضعيف، بل الانسان لما بيبدأ يقوم الليل بيبقى ضعيف، ممكن يرجع للنوم تاني بالليل. يعني منطبقة على الجميع، ان الانسان في اي عبادة جديدة بيبقى لسه ضعيف في الاول. فهو قعدوا يستدرجوه، طب تعالى الشقة وكلمنا في الدين وامن، جابوه الشقة قفلوا عليه مع فتاة زانية وقفلوا الشقة بالمفتاح وطلعوا وهربوا من هذا المكان، حتى اغوته ووقع في الزنا ومات بعد ان زنى بها والعياذ بالله. مات بعد ما انتكس، مات بعد. يعني طب انت عارف انك انت انسان ضعيف يا عم، ما ترجعش تدعوهم الى الله غير لما يبقى معاك صحبة صالحة، غير لما يبقى معاك ناس تثبتك، ناس تشد من اذرك. يا اخوانا من الايات الخطيرة، وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. في ناس صحبة السوء ضحكت عليها. ايام النبي عليه الصلاة والسلام كادوا ان يكونوا من اصحاب رسول الله. ابو طالب كان هيبقى صحابي لو كان اسلم، دول كانوا هيبقوا صحابة لو كانوا اسلمهم، انما للأسف الشديد الشبكة بتاعت العنكبوت اللي اتنسجت حواليهم، الشبكة اللي عملوها حواليهم ضيعوهم والعياذ بالله، دمروهم والعياذ بالله. نهاية الشلل دي يا جماعة، نهاية الشلل دي ايه؟ طب نهاية الصحبة الصالحة ايه؟ نهاية الصحبة بتاعتنا، انت عارف من الادعية الخطيرة لما تقف على قبر اخوك كده
لما يموت اللي انتم صاحبتوا بعض في الطاعة في الدنيا وتقول اللهم لا تحرمنا اجره، اللهم لا تحرمنا اجره. تخيل ان اللي انت صاحبته في الطاعة ربنا يديك الثواب بتاعه اللي في الصحيفة بتاعته. قال بس يا رب ده كان بيحب القيام وانا بحب الصيام. ما هو انت لو ما خدت الثواب القيام بتاعه انت مش هتبقى معاه في الجنة، لانك انت هتبقى في مكان وفي مكان، وانت كنت صحبة في الدنيا، فعشان تبقوا صحبة في الاخرة ياخد ثوابك وتاخد ثوابه. انت متخيل انك لو صاحبت 20 واحد من اللي قاعدين دول انت كسبت 20 صحيفة، صحيفة اعمال زيادة عن صحيفتك. انت متخيل انك لو صاحبت 30 40 50، على قد ما تقدر تزود 100، انت بتضيف 100 صحيفة حسنات لصحيفتك. انت متخيل الصحبة الصالحة دي صفقة قد ايه يا اخوانا؟ لما تتخيل كل واحد من اللي قاعدين دول بالنسبة لك ايه، عقلك يتوه والله العظيم يا اخوانا. الواحد عقله ممكن يطيش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك قال الله تعالى، قال الله تعالى حقت محبتي، حقت محبتي، حق على الله ان يحبك. نفسك ربنا يحبك؟ انتوا عارفين انا بقول الحديث ده انا حاسس بايه؟ ان انا عايز انزل احضن الناس اللي قاعده ده. ايه ما هو ربنا بيقول حقت محبتي، انا نفسي ربنا يحبني. مش انت نفسك ربنا يحبك؟ ربنا بيقولك مش احبك، بيقولك حق علي ان احبك، حقت محبتي للمتحبين في. يا يعني ان احنا نحب بعض ده يا جماعه، نبص لبعض بحب كده، نحضن بعض بعد الدرس ونبوس راس بعض ونبوس ايد بعض. اخ مره قاعدين في قعده كده فزعلان يعني او زعلانين من بعض، فقال لي ابوس ايديك، يعني وعايز يقول لي انا ممكن ازل نفسي يعني ايه وانا ما عنديش مشكله. قمت مديت له ايدي قلت له بوس، فقام بايس. قلت له الثانيه لسه ما بوستهاش. انا قصدي والله العظيم انا ابوس رجليه مش ابوس ايديه. انا عايز اقول له يا عم هو بوس ده احنا نبوس ايد بعض للصبح، ده احنا اذل على بعض، ده احنا بندخل الجنة بحبنا لبعض وذلنا لبعض. حقت محبتي للمتحبين في. انتوا يا جماعة فاهمين الكلام اللي بيتقال؟ ربنا بيقول لك حق عليا ان احبك لو انت حبيت اللي حواليك دهم. لو انت خدت اخوك بحضن الحب اللي في قلبك حرارته اتنقلت لقلبه. وحقت محبتي للمتزاورين في. يا سلام، مين فيكم الاسبوع اللي فات زار اخ لي في الله؟ مين في الورش زار واحد الاسبوع اللي فات من اللي معاه في نفس الورشة؟ يرفع ايده كده. معقولة؟ حقت محبتي. يعني ده احنا مش بنتكلم مش منظرة اخ له في الله فله 1000 حسنة وحطت عنه 1000 خطيئة. حقت محبتي، وحقت محبتي للمتبازلين في. مين يا جماعة الاسبوع اللي فات ادى لاخوه فلوس؟ مين يا جماعة مين يا اخوانا؟ تعالى يا عم تعالى حبيبي وابن حبيبي. مين الاسبوع اللي فات يا شباب بعت لاخوه رصيد ب10 جنيه كده حاجه لله كده؟ والله الاسبوع اللي فات دهوت لقيت شاب بيتصل بيا كتير بس ما بعرفش ارد اصلا خالص، بس بعرف الارقام، لقيته بعت لي 5 جنيه رصيد. فقلت هو بعت لي 5 جنيه رصيد ليه؟ يعني مشاعر جميله صح، انا ما ردتهالوش لسه بس يعني ان شاء الله باذن الله اردها له يعني باذن الله. بس انا يعني فكره غريبه انك انت يعني شوف اخوك. حقت محبتي وحقت محبتي للمتواصلين في. انك انت تمسك المحمول كده وتتصل باخ ليك سافر بره، اخ ليك بعد عن الالتزام، اخ ليك بيحضر معاك في نفس الورشه في نفس الدرس، انت فين يا عم ما شفتكش الاسبوع اللي فات ليه؟ لا 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 انا هفوت عليك بقى ونيجي مع بعض المره الجايه. حقت محبتي يا اخوانا. انت متخيل ان كل واحد من اللي قاعدين دول وكل واحده من اللي قاعدين حواليك انت ممكن تفوز بحب الله بيه؟ وفي حديث اخر وجبت محبتي، الله اوجب على نفسه ان يحبك للمتحبين في. المتحبين الناس اللي بيحبوا بعض في الله في، يعني في الله. هي دي بقى اللي انا قلتها لكم في اول الدرس. مش عشان ده غني، مش عشان ده ظريف، مش عشان ده لطيف، مش عشان ده فوتوجينيك، مش عشان ده بيحبك، مش عشان ده كل ما يشوف حد يديله ازازة عطر هدية، مش عشان ده فاهم في الدنيا والفسح والبتاع، لا، للمتحابين في. ساعات بلاقي ناس كده نفسي اقول لهم يعني حد مثلا يعني ايه يعني ربنا، حد ربنا سبحانه وتعالى ربنا مثلا ايه يعني إيه يعني نفعني بيه في امر من الامور وانا بحبه، انا نفسي اقول له والله لو انت عملت فيا انا برضو بحبك.
بس انا مش يعني مش واثق انه ممكن يصدقني او يفهمني. يا عم والله لو كل اللي انت يعني ربنا ما نفعني فيه مثلا في امر من الامور بسببك لو اتقلب العكس انا برضو بحبك بحبك. حسيت انك بتحب، حسيت ان انت يعني الحب في قلبك تجاه حد مش قادر مش قادر تفرح لما تشوفه كده تضحك اخ من اخوانك بدون اي سبب، ما عندوش حاجة يديها لك اصلا، ما فيش حاجة بينك بتحبه، اما تشوفه تحس انك تضحك كده وتفرح وقلبك يتحرك كده. شفتوا الشاب والبنت لما بيتقابلوا عصافير تبدأ تزقزق على طول ويقوموا ضاحك وتقوم يا ضحكة و... ها خليك معاي اوعى يا اوعى يا اتقوا الله ان شاء الله لما تتجوز اول ما تشوف مراتك هتقوم مبوزها وانت مقلده وما تبقى الدنيا جميله برضو يعني بتقوم تحس انه ما تعرفش لما تشوف اخوك كده تضحك. يعني انا وانا ببص في الدرس كده لما بتقع عيني مثلا على الراجل ده انا بحبه قوي ومين كمان يا سلام الراجل ده انا بحبه برضه مش شرط اشاور بالظبط يعني بس انا فعلا اما بقلب عينيا يعني في ناس بتقع عليها انا بحس ان انا في حاجه قلبي بتتحرك لما بشوف بحبه. ما تعرفش انك انت تحب اخوك، ما تعرفش انك انت يا ابني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك في اقوام يوم القيامه يغبطهم النبيون والشهداء. المره اللي فاتت في تحفيظ القران قلنا مشروع التيجان، مشروع تيجان يوم القيامه، مشروع تاج النور وتاج الكرامه وتاج الوقار يوم القيامه، مشروع حله الكرامه يوم القيامه. ايه رايك في مشروع منابر النور ويقف نبي نبي جبريل نزل له رسول سيدنا جبريل نزل له ويبص ويقول ايه ده وصل للي هو فيه ده ازاي؟ شهيد اتقطع حتت في سبيل الله والدم بيتفجر بريحة المسك من كل حتة من جسمه ويبص لك كده يقول يا ريتني مكانك. ليه؟ بالحب يا جماعة، بالحب يا شباب. شفتوا ربنا رفع قيمة الحب قد ايه؟ الناس بتاعت الصلاة والصوم والعبادة والجهاد والجميل هات يا عم في ظل عرش الله، انما بتوع الحب دول حاجة تانية. الناس اللي حرفت تحب عشان ربنا، اللي حبت ربنا وحبت في ربنا، يعني كل واحد من اللي حواليك دول فرصة ان 100,000 نبي. ما عدد الانبياء هو معظم عدد اصلا 124,000 نبي ورسول، الرسل كانوا عددهم قليل قليل جدا، معظم العدد ده انبياء. 100,000 نبي يغبطوك على مكانك يوم القيامة بسبب واحد بس من اللي قاعدين. يبقى انت لو خرجت من غير الصحبة دي، يبقى لما نقول الورش وتلاقي واحد قام خارج، لا اصل انا ورايا عايز اروح اذبح لي سندوتشين فول من البغل كده واروح. يا ابني منابر النور يا ابني قاعده، انت رايح تعمل ايه؟ عارف سيدنا ابو زار ابو هريره لما نزل السوق يصرخ في الناس انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ميراث رسول الله بيتقسم في المسجد عليه الصلاه والسلام. فالناس حسبت بقى ان في ثروات في المسجد، طلعوا يجروا لقوا حلقات علميه. يا ابو هريره فين ميراث النبي؟ قال لهم ده ميراث النبي عليه الصلاه والسلام. انت رايح بتعمل ايه يا ابني؟ بتعمل ايه؟ منابر النور. واللي يقعد في الورشة وبعد ما يقعد في الورشة يقوم ماشي بعد الورشة طول الاسبوع لا يتصل باخوانه وتيجي يكلموا لك اصل محدش اتصل بيا. يا ابني محدش اتصل بيك، يا ابني اتصل، يا ابني املى حياتهم وخليهم يملوا حياتك. يا اخوانا مشروع الورش ده والله العظيم انا بعتبره اعظم فتح ربنا فتح بيه علينا، وكل خير وفتح بعد كده هيتفرع عن هذا الامر ان احنا نبقى صحبة، نبقى صحبة مع بعض، نبقى حبايب، حبايب بحق وحقيقي مع بعض، في بينا تواصل. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك على المتحابون بجلال الله على منابر من نور يوم القيامه يغبطهم النبيون والشهداء. منابر من نور، حقت محبتي، وجبت محبتي، يغبطهم النبيون والشهداء في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله. ده كل ده عشان الحب، عشان نعرف قيمة بعض. يا اخوانا يا جماعة ما حدش يقدر لوحده. انا قعدت وانا طالب في الكلية مع الشيخ امين الانصاري 10 دقايق، حسيت ان انا زدت 10 سنين في اول مرة قعدت معاه. عرفت يوميها يعني ايه صحبة، عرفت يوميها يعني ايه صاحب صالح، عرفت يوميها يعني ايه ان في ناس ممكن لما تبقى وسطها تنطلق الى الله بسرعة صاروخية.
يعني ان في صحبة صالحة اخوانا كنز وغائب من حياتنا، كنز وغائب من احنا بنتكلم عن الحب في الله. يعني ثواب الاذان الاكتر ولا ثواب الحب في الله؟ ثواب الحب في الله اكتر صح؟ طيب الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اما بعد، يعني افتكرت ايام عملنا معسكر ايامنا الحلوة واحد واثنين، كان الواحد بيشوف عجائب والله اخواني، عجائب من اصحاب الشاب. يعني كان معسكر ايامنا الحلوة 250 شاب، لو قعدت معاهم كوارث. يعني انا ما اعرفش الشباب يعني ايه يجننوك اصلا اللي بيعملوه. يعني واحد بيقول يعني اصحابه لما بدا يلتزم بقوا ينفخوا السجاير في وشه عشان يشوقوه لها تاني، ياخدوه الصنف العربيه واحد على اليمين واحد على الشمال ويقعدوا ينفخوا السجاير في وشه. واحد اصحابه حلقوا له دقنه وهو نايم غصب عنه، بوظها له وهو نايم. واحد كان جاي معانا معسكر ايامنا الحلوه، اصحابه نام سرقوا محفظته وبطاقته وفلوسه عشان ما يعرفش يجي. فواحد بيقول له هو احنا بنعصي ربنا مع بعض وهندخل النار مع بعض، انما انت تدخل الجنه وسيبنا؟ لا. طب الحل ايه؟ تعالوا معايا الجنه. لا، انت اللي تيجي معانا النار. طب وده عقليه يعني احنا بنفكر فيها ازاي؟ فاخوانا واحد من كتر تريقه اصحابه عليه بعد ما التزم كان بيجيب الموس ويقعد يشيل في علامه الصلاه عشان ما تبانش، عشان ما تبانش من كتر خوفه من السخريه من اللي حواليه. طب ليه يا ابني؟ طب انت ايه اللي زنقك انك انت تفتن نفسك في الدين ده؟ من اخطر الايات اللي تزلزل القلب يا شباب، ينادونهم الم نكن معكم، مش كنا في يوم من الايام معاكم؟ ما كملتوش ليه؟ بصيت على الصحبه ومشيت ومع السلامه ليه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم كلهم منورين لبعض، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم. انتوا اللي مرضتوش تمشوا مع الصحبه الصالحه في الدنيا، النهاردة مش هتمشوا معهم في الاخرة. اللي ممشاش مع الصحبة الصالحة في الدنيا هيتحرم منها يوم القيامة. يشوف بقى هيعدي من على الصراط ازاي. صحبة الصالحة يا ابني صاحب ناس تعدي معهم على الصراط، يا ابني صاحب ناس لو وقعت في النار يشفعوا لك عند الله ويخرجوك منها بالشفاعة ان قبلها الله سبحانه وتعالى. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ارتبتم. خلاص يا عم انت ما كنتش عايز تعطل نفسك عشان إخوانك وعشان هذه الصحبة. يا جماعة الأنبياء طلبوا الصحبة، الأنبياء طلبوا الصحبة، الصحبة أنبياء الله. سيدنا موسى قال يا رب أشركه في أمري، وده من أقوى عزائم البشرية. حد يعرف يعيش من غير صحبة؟ حد يعرف يعيش من غير ما يكون حواليه صحبة؟ محدش يقدر. يا جماعة المهاجرين والانصار علاقة مهولة، مهاجرين 13 سنة بيتربوا على ايد النبي، في سنة واحدة الانصار بقوا في مستوى المهاجرين، بل من الانصار من فاق المهاجرين. سعد بن معاذ يهتز له عرش الرحمن، اسلم على ايد مصعب ومصعب لا يهتز له عرش الرحمن. انت متخيل؟ انت متخيل المنظر ده؟ عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة، من الاوائل على البشرية في الجنة، والمهاجرين اللي اسلم على ايديهم ممكن ما هماش منهم، ناس مش بنفس المقام ومش بنفس الدرجة. يعني انا عايز اقولك ان الصحبة، شوف الصحبة عملت ايه. عشان كده يا جماعة لما نيجي نقعد بقى الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني من غير ما نبدأ يعني نكمل كل الكلام، او مش لازم نقول كل الكلام اخواني في الله، احنا الوقت ان شاء الله بعد الدرس هنبدأ الورش. النهاردة ان شاء الله احنا بدأناها اول حاجة بورش الرجال صح؟ مظبوط. فضل ومنة الله، انا شايف ثمار ديت، شايف ثمار دي في اخوة بدأوا يشتغلوا في الدعوة لاول مرة، اخوة بدأوا يقوموا الليل، اخوة بدأوا يطلبوا علم. فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، في يعني علاقات عظيمة بدأت تنشأ ما بين الشباب وبعض، ما بين الناس وبعضها. احنا عايزين كل الورش تبقى في قمة الحميمية في العمل الصالح. يا شباب انا بقول لكم جميعا، مشروع الورش هدفه ان احنا نملى حياة بعض بالصحبة الصالحة طول الاسبوع. ده الهدف يا ابني، مش الهدف ان احنا نقعد نص ساعة ولا ساعة مع بعض بعد الدرس. النص ساعة والساعة ديت دي منطلق للاسبوع كله. ده احنا عايزين نملى حياة بعض، نقبل بعض يا جماعة، نفرح ببعض يا اخوانا،
والشاب اللي بيخرج ويسيب الورشة ليه؟ عشان ايه؟ مستغني عن الصحبة ازاي؟ مستغني عن صحبة ناس في المسجد متحمسين وسخنين وعايزين يعبدوا ويطلبوا علم ويشتغلوا في الدعوة. هتجيبها منين تاني؟ عشان انت مثلا كبير في السن عنهم شوية. يا عمي ارضى، يا عمي ارضى. انا معظم اصحابي واصدقائي اصغر مني في السن بكتير، ولكن انا فرحان فضل ومنة الله. المهم انها صحبة صالحة. النبي كان عنده كم سنة وكل اصحابه؟ النبي كان عنده 40 سنة والارقم كان عنده 11 12 سنة يا جماعة. ومصعب كان عنده كم سنة؟ يعني ممكن ما جاش 20 سنة، ومع ذلك النبي دول بقى اصحابه عليه الصلاة والسلام. انتم اصحابي النبي عليه الصلاة والسلام. ان احنا نقبل بعض. لما تلاقي في الورشة معاك واحد كبير افرح بيه، واحد اصغر منك افرح بيه. انت يا راجل بقالك 4 سنين ولا 5 سنين بتطلب علم ولقيت ناس، يا عم صاحبهم وعلمهم اللي ربنا علمه لك. فيدوا بعض، ادخلوا في دم بعض. بدأنا الاسبوع اللي فات ورش النساء بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وهتبقى ورش النساء المرة دي. معظم الشباب، معظم الاخوة اللي جاب مراته واللي جاب اخته واللي جاب بنته يقوم خارج بعد الدرس واخد الاخت من بره، يبقى هو لا حضر الورشة اللي فوق ولا سبها تحضر تحت. طب ما تقعد تحضر انت فوق وسبها تحضر تحت. يعني الاخت اللي بتمشي خلاص، هي الورش ممكن تاخد نص ساعة باذن الله، ولكن تستفيد صحبة سليمة، صحبة على عبادة الله وطاعة الله. تروحوا مع بعض التحفيظ، مفروض ان الاخوات التحفيظ ان شاء الله غالبا هيتصل بيهم الاسبوع ده بقى باذن الله. شباب كلهم اتصل بيهم، يعني حوالي 500 شاب اتصل بيهم الاسبوع اللي فات. هنتكلم عن التحفيظ، ولكن الوقت بتكلم عن الورش، الورش النسائي، الورش اللي على النت. المفروض انهم يملوا حياة بعض، يسمعوا دروس مع بعض، يحفظوا القرآن مع بعض، يعملوا كل حاجة مع بعض. النهاردة هنبدأ النوع الرابع من الورش. ايه النوع الرابع؟ ما هو في رجاله وفي ستات. النوع الثالث بقى، ايوه انتوا ناصحين اهو، الاطفال باذن الله. ان شاء الله باذن الله النهارده هنبدا، جزاك الله خير، النهارده هنبدا ورشه اطفال باذن الله، عشان نعمل. احنا فوجئنا ان في اطفال مره اللي فاتت في التحفيظ ما شاء الله ناس 70 سنه ومقدمين ما شاء الله لا قوه الا بالله على التحفيظ. ولقينا مجموعه اطفال لما تصنفت بقى على حسب السن، مجموعه اطفال مش قليله مقدمه بفضل الله في التحفيظ. فقلنا خلاص نعمل لهم ورشه هنا، هيمسكها عم فؤاد بقى ان شاء الله، هنعمل لهم ورشه هنا ان شاء الله باذن الله. ويعني نجيب لهم بقى لمباده ونبسطهم كده ونفرحهم كده باذن الله، ونبدا نعمل لهم بيئه ايمان ونعرفهم على بعض. ما تعرفش ممكن دول يبقوا صحبه بعض بكره. فاخواني في الله، درس النهارده وقفه مع قيمه الصحبه الصالحه. مشروع الورش ده، كلمة الورش دي كلمة ميكانيكية، يعني كلمة عملية، انما المشروع ده اسمه مشروع ايه؟ مشروع الصحبة الصالحة، مشروع توفير الصحبة الصالحة. عارفين يعني ايه صحبة صالحة؟ الشاب عشان يكلم بنات بيعمل ايه؟ يروح يا عيني يتلطع في شارع كلية اداب ولا في شارع من الشوارع ديت، ويفضل يا عيني يتزل ويلغي في اللي رايحة واللي جاية، وبعد كده يا عيني يقعد يصبر والصبر يعني يوديه مش عارف فين، وبعد كده يتلطم. فاحنا قلنا طب الشاب عشان يتعرف على اصحابه. من حوالي 6 شهور يا جماعة كان في الدرس ده كنت بقول للشباب ايه؟ بقول لهم صاحبه يا شباب، انت مش عارف تصاحب ازاي؟ ازاي؟ يا ابني اعمل زي الشاب اللي نزل على القهوة، روح احضر في اي تحفيظ ولا في اي بتاعة، ودور على الناس اللي هناك وابدأ لغيهم واتعرف على واحد، ولو اتعرفت على واحد اعرف. النهاردة ما عدناش بنقول لك روح دور على تحفيظ وروح دور على صحبة في التحفيظ، ده احنا عاملين لك الصحبة وعاملين لك التحفيظ. يعني مش ممكن، يعني خلاص عايز ايه؟ وكل شويه ان شاء الله في مشروع جديد ومكون جديد من مكونات بيئه الايمان باذن الله سبحانه وتعالى. نفهم قيمه الورش باذن الله، ونفهم ثمره الورش، واحنا قاعدين يبقى كلنا مسؤولين مسؤوليه ايجابيه، مش بس مسؤول الورشه، مش بس الاخ اللي مسؤول عن الورشه، يبقى كل مسؤول ان الـ ان ان المجموعه الشله الاسلاميه دي تنجح، ان الاسرة المسلمة دي تنجح، ان الـ 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 الجروب الاسلامية دي تنجح، ان الورشة الدينية دي تنجح، ان احنا نملى حياة بعض. طبعا النهاردة الورش بالويندوز والهريسة، فمش محتاجين يعني ايه، للأسف انا لو اعرف انها ويندوز وهريسة ما كنتش عملت الدرس عن الورش اصلا، لان خلاص هو كنا نطلع الهريسة والناس هتقعد لوحدها، يعني كنا شفنا موضوع تاني وفرناه، لان قائمة الاعمال اللي انا عايز اتكلم عليها زحمة جدا يا جماعة، زحمة جدا. عايز اتكلم في الاسماء الحسنى وننطلق فيها زي ما بدأنا باذن الله، وعايز اتكلم في مواضيع عملية بقى، ما هو بيئة الايمان اتكونت اهي بفضل الله، والورش الاسر الالتزامية. عايز اتكلم بقى في الاعمال اللي هتعملوها مع بعض طول الاسبوع، عايز اتكلم في حاجات كتير.
ولكن ان شاء الله باذن الله. اللي كان حاضر معانا النهارده يا جماعه في خطبه الجمعه مين؟ اللي كان حاضر لي انا في خطبه الجمعه. عدد قليل جدا برضو بالنسبه لل يعني، لان النهارده بصراحه كان الموضوع مهم جدا، فغالبا احاول ان انا بقى ايه افصل فيه ان شاء الله باذن الله في مره من المرات الجايه اللي هي المراحل السته للاحتضار، لان ايه يعني، فانا كنت عايز اشوف يعني الموضوع شكله ايه. طيب الحاجه الثانيه يا شباب، موضوع التحفيظ، فضل ومنه الله اللي قدم المرء الاسبوع اللي فات من الشباب 480 شاب، يعني حوالي 500 شاب، ده طبعا رقم قياسي. اللي كسفنا ويعني وخلى وشنا مش يعني في الارض، وخلانا مش عارفين يعني نودي وشنا فين، مين؟ النساء. ليه بقى؟ اللي قدم من النساء كان عدد يعني اعتقد ان هو ما يجيبش المية، يعني ما جابش المية. فطبعا ده يعني احنا متعودين النساء هما اللي بيسبقوا الرجاله في كل حاجه، والنساء هما الاوائل في كل حاجه، فلما الرجاله تسبق النساء بالمنظر ده يعني حاجه مخزيه. غير ان المره اللي فاتت من الحاجات اللي اسعدتنا ان اللي قدمهم في التحفيظ ما شاء الله، تلاقي مثلا جراح في الجامعه، وتلاقي مثلا شاب ما شاء الله كتب الله ربنا رزقه مثلا مهنه النجاره او مهنه الكهرباء او مهنه يعني قلنا للشباب ما شاء الله ده انتوا هتتجوزوا ببلاش، ده احنا هنهيص مع بعض، اي حاجه بعد كده عند اي حد مننا ببلاش يا رجاله ان شاء الله. فكانت حاجه جميله، ناس فوق السبعين وناس تحت 10 سنين، شباب يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللي قدموا كانوا فعلا حاجه تفرح، ان فعلا بيئه ايمان حقيقيه لجميع الاعمار لجميع الانواع، لملتحين وشباب لاول مره. كان في ناس ختمين، اكتشفنا في التحفيظ اصوات تحفه ما شاء الله لا قوه الا بالله، اصوات في غايه الجمال. اكتشفنا في التحفيظ شباب خاتم، يعني ده ان شاء الله باذن الله شويه صغيرين يدخل في النظام المراجعة بتاعه بإذن الله، ويبدأ يبقى من اللي ماسكين التحفيظ أصلا بإذن الله سبحانه وتعالى. اكتشفنا في التحفيظ مواهب، اكتشفنا في التحفيظ علاقات وصحوبيات، فضل ومنة الله. يعني زي ما حلمنا ان احنا مش نعمل تحفيظ، ان احنا نعمل بيئة ايمان من خلال التحفيظ، مكانها مسجد الصديق. المرة دي يا شباب اللي ما قدمش المرة اللي فاتت يبدو استمارة النهاردة. في استمارات يا دكتور محمد؟ معاكم استمارات؟ هتوزعوها في الورش؟ خلاص هيوزعوا استمارات بعد اللي عايز، طبعا اللي ما جاش المره اللي فاتت فضلوا منة الله التحفيظ بادئ بدايه قويه. الاخوات هيتوزع عليهم برضو استمارات للي ما قدموش باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني مهم جدا يا جماعه ان شاء الله باذن الله، مهم جدا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. اتكلمنا في الورش واتكلمنا في التحفيظ، ومش كان في ورق هنا، اتكلمنا في الورش واتكلمنا في التحفيظ. اخوانكم طبعا يعني عارضين اخوانكم يعني على النت، عاملين مشروع صحح تلاوتك، قناة على اليوتيوب اسمها صحح تلاوتك، وصفحة على الفيسبوك اسمها صحح تلاوتك. اللي عايز يصحح تلاوته، اللي عايز يسجل مقاطع وما يرجعها له، يدخل يكتب كلمة صحح تلاوتك على اليوتيوب او على الفيسبوك وهم يتابعوه. وان شاء الله بوجه رسالة لاخواننا على ورش النت، لإدارة ورش النت، إن شاء الله مشروع تحفيظ المراحل المحطات السبعة لحفظ وتجويد القرآن عايزين ننقلها على النت بإذن الله. الوقت في ناس جايبة مصاحف إن شاء الله بإذن الله هتوزع بالثمن طبعا، ولكن هنوزعها من خلال الورش توفيرا للوقت بتاع الدرس إن شاء الله. يعني أنا بعد الدرس إن شاء الله ألف على الورش بقى، أدي لكل ورشة مجموعة من المصاحف عشان الأخ اللي ماسك الورشة يعملها. إخوانكم في مسجد البدر، عارفين مسجد البدر؟ مسجد الافسامية الجمل اللي هو جنب بيتي على طول، عارفين بيتي؟ كويس انكم مش عارفين بيتي، خلينا في خلينا في مسجد البدر. مسجد البدر الافسامية الجمل، شارع سامية الجمل، اعتقد ان معظمكم عارفه يعني، ان شاء الله باذن الله عامل اسبوع هيبدا من اول الجمعة، الجمعة دي اللي هي النهارده 4/4، ده النهارده العشاء، هيبدا من اول النهارده العشاء، هيبدا بدكتور غريب. الاسبوع ده فيه الشيخ مصطفى العدوي، الاسبوع ده فيه الشيخ علي لقم، الشيخ عادل لطفي، الشيخ طارق سعد، الشيخ عادل القلاوي، الشيخ عادل شوشه، الشيخ محمد بسوني. يعني ما شاء الله اسبوع تقيل ومتين، والمواضيع بتاعته طيبه جدا باذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ مصطفى العدوي يوم الاربعاء العشاء، كله هيبدا العشاء، فاللي عايز يعني يستفيد باذن الله. ومسجد البدر طبعا من البيئات الايمانيه اللي موجوده اللي فيها خير كبير باذن الله. اخيرا اخوكم بيدعوكم للتبرع بفصيله دم او سالب لحاله حرجه، واخوكم بيدعوكم للتبرع بفصيله او سالب. الاخ بقى اللي جاب لي الورقه بتاعت او سالب يبقى عند المنبر بعد صلاه العشاء مباشره ان شاء الله باذن الله، عشان الناس ما تدورش عليه. اللي يستطيع التبرع بفصيله او سالب يا اخواني لوجه الله ان شاء الله
لحالة حرجة. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا فيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك يا رب. اللهم ارزقنا الأخوة الصادقة فيك، اللهم ارزقنا الحب الصادق فيك، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا على أتقى قلب رجل منا يا رب. اللهم اجمع أمرنا على ما يرضيك يا رب. اللهم إنا نتقرب إليك بالأخوة، اللهم إنا نتقرب إليك بأن نحب بعضنا وأن نزور بعضنا وأن نبذل لبعضنا وأن نتواصل مع بعضنا وأن نتعارف مع بعضنا وأن نتعاون مع بعضنا. اللهم اجعلها قربة لك يا رب. اللهم ارض عنا بهذا العمل يا رب. اللهم ارض عنا باجتماعنا فيك يا رب. اللهم ارض عنا باجتماعنا على رضاك يا رب. اللهم إن اجتمعنا على ابتغاء مرضاتك، اللهم يسر لنا سبيلنا إليك يا رب. لن يوصلنا إليك إلاك، لو اجتمعنا مع بعضنا على أن نصل إليك لن نصل إلا أن توصلنا يا رب. يا رب صلنا إليك، يا رب يسر لنا أمر ديننا ودنيانا، يا رب افتح لنا سبل الوصول إليك، يا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا رب. اللهم إنا نستغيث بك يا صمد، اللهم إنا نلجأ إليك يا صمد. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا ارزقنا بيئة إيمان نعبدك فيها وندعو إليك منها ونطلب العلم فيها ونصل إليك بها يا رب. من علينا ببيئة إيمان يا رب. يا رب إن أهل الفساد يتعاونون ويجتمعون ليهلكوا شباب هذه الأمة. اللهم إنا نريد أن نأخذ بأيدي بعضنا لنصل إليك ولنرضيك عنا ولترضى عنا ولنتعلم دينك. اللهم يسر لنا يا رب. اللهم بارك لنا في أخوتنا، اللهم بارك لنا في أخوتنا، اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا فيك يا رب. اللهم املأ قلوبنا حبا لبعضنا فيك يا رب. اللهم حببنا في بعضنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك. يسر لنا سبيلنا إليك، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضل وأنت هادينا، لا نضيع وأنت مولانا يا رب. أنقذ إخواننا وأخواتنا يا رب. يا رب يا رب إن غالبهم يعبدونك على حرف، إن غالبهم يعبدونك فرادى. اللهم اجمع صفنا، اللهم ارزقنا أن نفهم قيمة بعضنا، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي توصلنا بك إلى الفردوس الأعلى يا رب. يا رب يا رب من علينا يا رب، يا رب اهدنا يا رب، يا رب أرشدنا يا رب. يا رب إن بحر الفتن يتلاطم من حولنا، وإن لم تغثنا فمن يغثنا، وإن لم تنقذنا فمن ينقذنا، وإن لم تأخذ بأيدينا نغرق ونضيع يا رب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب. يا أرحم الراحمين، ليس لنا إلا كف. أغثنا 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 بالإيمان، أغثنا بالقرآن، أغثنا بالصحبة الصالحة، أغثنا بالعلم النافع، أغثنا بأن تطلق ألسنتنا في الدعوة إليك، أغثنا وأصلح لنا قلوبنا، أغثنا وزكي لنا نفوسنا، أغثنا واهد أحبابنا وإخواننا. اهد شباب الأمة يا رب، اهد نساء الأمة يا رب، اهدنا جميعا يا رب، اهد إخواننا وأخواتنا، اهد الشباب والفتيات، اهد الرجال والنساء، اهد أطفال هذه الأمة يا رب. يا رب اللهم إنا نجاهد فيك، اللهم افتح لنا سبلك، اللهم كن معنا، اللهم أيدنا،
اللهم أعنا، اللهم افتح لنا، اللهم انصرنا، اللهم ثبتنا، اللهم وفقنا، اللهم ارشدنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.